مغلقة في ضوء النهار. ما فيهاش مصر. المدرسة موجودة ثلاث ادوار قدامك اهي، ما فيهاش حد. يا اسمع اسمها كده الوحدة الصحية بعزبة عزيز. وحدة الصحية الغربية. وحدة الإصلاح الغربية. وحدة الإصلاح الغربية. وحدة الإصلاح الغربية. مبنية وزارة الصحة. ده عنده أربع عيال ده. ده عنده أربع عيال. صور الراجل ده أهو. ده جاي من شغله بهدوم شغل أهو على دراعه وعنده ثلاث أربع عيال هيصرف عليهم منين؟ قناة الدواء بحاجة بس القريبة ده صحية تعتبر قائمة يعني مش مهدودة وفي موظفين قائمين عليها وموظفين بياخدوا رواتب ماشي وبياخدوا حافز وبياخدوا نبطشيات ومفيش واحد فيهم بيفتح الوحدة. الوحدة بتنفتح من 10 ل 11 الصبح وبعد كده كل واحد يشوف حاله. اللي شغال في وحدة، اللي شغال في عيادة خاصة، واللي شغال عند دكتور عيون، واللي شغال مش عارف فين، كلها كده، وكل البلد دي قايمة على كده. في 25 موظف موجودين في الوحدة بأساميهم موجودين، ماشي؟ ما فيهمش واحد موجود، ما فيش دكتور، ما فيش ممرض، ما فيش نبطشي موجود. تمام. مش لحد النهاردة. وإحنا ناس كلنا شغالين على دراعنا. الناس كلها فلاحين. مين اللي عايز يروح مثلا النهارده؟ كل واحد بيدفع دم قلبه. نكلم العيال يروح مدارس ولا يروح درس ولا بعد كده يتعب. واحنا كلنا 300 400 جنيه هيعملوه في الاسبوع للواحد عنده ثلاث اربع اطفال، دروس خصوصيه وتكاتك للمدرسه وعلاج للعيال. يعني هيكل مباني بس، هيكل مباني. في مباني وفي اجهزه. هيكل. في مباني وفي اجهزه. فيها احدث اجهزه في المستشفى. بس ما اشتغلتش. في اجهزه بس فين اللي شغال؟ المستشفى دي بقى لها سنة واحدة. دكتور اسمه محسن ماشي خدت الأول على المنوفية. سنة واحدة. دكتور اسمه محسن. الساعة 3 بالليل المستشفى المستوصف بتاع الغنايمة. الساعة 3 بالليل عشان ما فيش مستشفى. عشان مستشفى نور الفؤاد. المستوصف بتاع الغنايمة علشان ما فيش نبطش في المدرسة. في المستشفى. وندور على العربية وندور على ولا فيش أي حاجة. مفيش دكتور. أما تروح الساعة 3 بالليل أما تروح الساعة 3 بالليل أي حاجة. أما تروح الساعة 3 بالليل ولا 2 بالليل تجري بابوك وما فيش مواصلة حتى توصل. بيطبخ الوحدة الصحية كل نهار قاعدين في على المستشفى ما بيعملوش حاجه وياخدوا بعضهم من الساعه 12 ويروحوا. يعني كل حاجه متوفره. المستشفى متوفره. ارض المدرسه متوفره. كل حاجه متوفره. ابره خيط. يعني احنا ما بنقول لكمش تعالوا احنا وهاتوا لنا ارض من عندكم. ده الارض موجوده وكل حاجه موجوده والمستشفى متبرعين بارضها وما المبنى موجود ما فيهاش دكاتره ولا فيها رباتش ولا فيها اي حاجه. ثلاث ادوار مش دورين ولا دور. ثلاث ادوار. يعني الناس بتتمنى اللي يكون عندها مدرسه يجي.